افتتحت مؤسسة صناع الخير للتنمية مبنى دار عائشة حسنين لرعاية الأيتام في محافظة الفيوم بعد رفع كفاءته وفرشه بالأثاث الكامل ضمن جهود التحالف الوطني لدعم الشرائح الأولى بالرعاية. وعلى هامش احتفالية افتتاح الدار، نظمت جمعية صناع الخير قافلة طبية موسعة ضمن مبادرة أولادنا في عنينا، حيث تم توقيع الكشف على أبناء الدار وعدد كبير من أبناء دور الأيتام بالمنطقة في مجالات العيون والبطنة والجلدية، إضافة إلى صرف العلاج وتشخيص الاحتياجات لنظارات طبية تمهيدا لتسليمها، وكذلك تشخيص الاحتياج لعمليات جراحية لإجرائها.